أقول لهم يعني استمتعوا بالكورة والرياضة زينة وتحملوا في روحكم ووسعوا سريركم استانسوا، يعني الرياضة متعة والكورة متعة، وخاصة في وقتنا دي الكورة يعني خير ورزق، الحين كل من يجتهد ويحط على روحه والله يوفقهم إن شاء الله. أهم شيء إنه يكون لعب نظيف، واللي يفوز بنقول مبروك. أرجع مرة ثانية أقول شكرا شكرا لسمو الشيخ خالد بن حمد على هالتنظيم الجميل على البطولة، هذيل أخوانك جمعتهم في مكان جميل، وأتمنى التوفيق إن شاء الله نشوف البطولة إن شاء الله في الموسم القادم إلى الأفضل، والبحرين ما شاء الله عليها ما يحتاج بالتنظيمات من يعني من أجمل دول الخليج بتنظيم الشيء هذا الزين. طبعا أنا من متابعين من أول النسخة الأولى من هذه الدورة، والتطور واضح في هذه الدورة بزيادة الفرق وزيادة حتى نوعية الدوري، ومثل ما تفضلت اليوم أن اليوم 6 دوريات، هذه تشوف أنها يعطي فرصة للشباب للمشاركة، حتى هناك فريق للفتيات قاعدين يعني يلعبون أول سنة لاحتياجات الخاصة أيضا لهم فرصة، فهذه الفرص الموجودة اليوم في هذه الدورة أعتقد شيء جميل ويعطي أفق أكثر للاعبين أكثر، ونشوف مواهب أكثر في هذه الدورة إن شاء الله. صراحة أنا انبهرت، أنا أول مرة أحضر الذي وشرحوا لي اللجنة المنظمة يعني مجهود جبار عند الشباب البحريني، صراحة انبهرت، أنا كأنها بطولة خارجية وليست بطولة داخلية، يعني التنظيم جيد، الاستعدادات عالية جدا على مستوى عالمي، يعني صراحة بدون مبالغة اللي شاهدت أنا 83 فريق إعداد الجدول وبعدين مليء بكل الفئات المجتمع. الحمد لله رب العالمين، حققنا 3 نقاط اليوم وتأهلنا حق الدور الثاني، وإن شاء الله الدور الثاني نقدم الأفضل. الحمد لله سبب حصول أفضل لاعب جهود اللاعبين جميعاً، استمتعنا وياهم إن شاء الله المباراة الجاية أفضل. والله اليوم مباراة كانت جميلة، قدموا مستوى زين، بس كانت ناقصنا اللياقة وما عندنا إحنا خبرة صالات، تونا أول سنتين نلعب في الصالات، فمثلي مع السنين إن شاء الله نقدر نوصل لمراكز عالية. والله الحمد لله، بسم الله أول شيء على كل حال قدمنا في مباراة قوية، فريق الشخورة نفس نقاطنا متأخر، فالحمد لله عندنا غيابات كثيرة، طرد أول دقائق أثر علينا وايد، ولو نتوقعنا كرت أصفر لكن انصدمنا بالقرار الحكم. قدمنا مباراة حلوة، عندنا غيابات كثيرة، أدينا مباراة حلوة، فرق جول على آخر دقائق، أنا من وجهة نظري لو فيها بعد 3 دقائق زود كان غيرنا مجرى المباراة. بداية المباراة ما كنا مركزين، فأخذنا شوية تركيز بعض اللاعبين، دشوا اللاعبين الخبرة ومشينا، قدرنا نوصل للفوز الحمد لله.
والله المباراة داشينها ما عندنا الخيار واحد غير الفوز ما نتأهل. طبعاً أول مباراة كانت نتيجة ثقيلة علينا 6-0، بس يمكن هذه كانت يعني نفس ما نقول وعثنا، فخلتنا ثاني مباراة نغلب. ثالث مباراة دشيناها بحماس وغير الفوز ما نبي، يمكن احنا ما عدينا صح او ما عدنا يعني المنشأة المناسبة حق نعد فيها، بس والفريق كان مصر يعني لان المرة اللي طافت في الدورة اللي طافت كان مواصلين ادوار متقدمة، وان شاء الله نطمح نوصل لادوار متقدمة زي ما قلت. المفروض من بداية الشوط الاول نخلص المباراة لنا، يعني ضيعنا فرص واجد وهم الشوط الثاني استغلونا، يعني استغلوا الفراغات وسجلوا علينا وتوفقوا في المباراة. والله المفروض احنا نخلصها من الشوط الاول، بس هاي الكورة بعد اللي يخلص. والله المباراة شوي كانت صعبة من البداية، يعني أول 5 دقائق يعني فريق الخصم فايز مبارتين، إحنا فايزين مبارتين ونلعب على صدارة المجموعة، بس الحمد لله أول 5 دقائق ما لشينا جوا المباراة، بس بعدين ركزنا والحمد لله رجعنا في النتيجة وأخذنا 3 نقاط. هو سبب الخسارة الجزء الأول رجع للحكم، ضربة جزاء مو صحيحة رجعتهم في المباراة، كنا غالبين 2-0، فهذه من أسباب الخسارة إن ضربة الجزاء اللي انحسبت عليهم في المباراة.